عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. كيلومترات في ميدان دستور ننطلق في هذه اللحظات مع هذه الأسماء المنطلقة والحاضرة، 50 اسما وشعار يبحث عن ناموسي. هذا الشوط تقدم مع الأسماء المتقدمة وانطلق مع المراكز الأولى وتابع معزم على المركز الأول محمد بن سعيد بن محمد الرميثي، من يأتي ويقدم معزم على بداية مسار وتحدي هذه الانطلاقات. المركز الثاني القادم في ثاني المراكز في هذه اللحظات، نتابع مركز نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات، وصول على ثالث المراكز وتقدم من شاهين منصور بن سالم بن محمد الزرعي، ولكن من الجانب الاخر التسللات من قبل الفارس علي بن عبد الله بن معدن الاكتمي القادم في ثالث المراكز. المركز الرابع وصل نايف لسالم بن حمد الجنيبي القادم مع نايف على المركز الرابع. المركز الخامس واضح القادم مبارك بن سهيل بالحطم العامري القادم على خامس المراكز. والمركز السادس نتابع، ياتينا ديشار لسعيد، ياتي مانع بن سلطان البلوشي مقدما ديشار. المركز السابع، المركز السابع نتابع هنا التسلل من قبل الحذر لعبد الله بن سلطان الهاشمي. المركز الثامن ياتي شعار سلطان بن محمد بن حمد، ياتي مع الغزال الدرعي في هذه اللحظات. المركز الثامن يتقدم السنجباسي لعيد بن خميس العمري، وعاشر المراكز الذيب لعبيد بن سالم بن مصبح الغفلي القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء المنطلقة، ولكن بدأنا نقترب من لوحة الكيلومتر الأخير ولا زال في صدارة هذه الأسماء. معزم الرميثي، الرميثي يقدم في هذه الانطلاقة ومعزم على ناموس هذا الشوط. المركز الثاني يأتي في هذه اللحظات شعار مبارك بن منينة الشامسي القادم مع هداد على المركز الثاني. القادم بن منينة الشامسي في هذه الانطلاقات، نتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. والواصل الحذر لعبد الله بن سلطان الهاشمي، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى الرميثي. يا سلام يا سلام يا سلام، وبن منين الشامسي قادما مع هداد. اللحظات الأخيرة ما بين بن منين الشامسي ما بين الرميثي، الرميثي مع معزم محمد بن سعيد الرميثي، ولكن هداد 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 في اللحظات الأخيرة. مبارك مبارك بن منين الشامسي يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق مع انطلاقة هداد خاطفا هذا الشوط، خاطفا هذا الشوط إلى أهالي مدينة العين. تهانينا والناموس لك يا مبارك، يا حلو أخبارك يا أبو راشد. مبارك بن راشد بن منين الشامسي، أسعد الله صباحك بكل خير على فوز هداد بالمركز الأول. المركز الثاني معزم لمحمد بن سعيد الرميثي. المركز الثالث برق لعبد الله بن سيف العميم. المركز الرابع وصلنا مياس لسعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي. والمركز الخامس، المركز الخامس الحذر لعبد الله بن سلطان بن حمد الهاشمي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الانطلاق، هكذا هو الحضور في اللحظات الأخيرة. هداد خطف هذا الشوط بشعار مبارك بن راشد بن منين الشامسي. أسعد الله صباحك بكل خير يا بن منين وتوقيت هداد. نتابع في هذه اللحظات، لحظات ما بعد الفوز والانتصار.
لحظات ما بعد خطف هداد رابع الأشواط وتوقيت 4 دقائق لحظات وصوله و25.3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن راشد بن منين الشامسي على فوز هداد بالمركز الأول. المركز الثاني سلام زاخر سلام وسلام إلى مدينة العين. المركز الثاني معزم 4 دقائق 28.3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن محمد الرميثي من قدم معزم في هذا الانطلاق والتحدي. المركز الثالث وصل برق لعبد الله بن سيف بن محمد العميمي 4 دقائق 30.1 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.